تنضم إلينا من باريس مراسلتنا عزة غريبي. عزة، ما هي المعطيات الجديدة؟ ما المعلومات التي لديك؟ نعم فضيلة، إذن الهجوم الذي وقع بداية هو في مدينة نيس، ولكن هناك أنباء عن محاولات لهجمات أخرى، سنتوقف عندها بالتفصيل. أبدأ من نيس وهذا الهجوم الذي نفذ داخل كنيسة نوتردام وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، من بينهم امرأتان إحداهما تبلغ من العمر 70 عاما، وإحدى الضحايا تمكنت من الخروج من الكنيسة وتوفيت خارج الكنيسة، وبالتالي تم إعطاء الإنذار للشرطة التي وصلت واقتحمت الكنيسة، أطلقت النار على المهاجم عند مستوى الكتف وهو الآن في المستشفى، ولا يملك أوراقا ثبوتية، لا معلومات حول هويته سوى بعض المعلومات التي أعلنها مصدر واحد هو موقع نيس ماتان، يتعلق الذي يهتم بكل ما يجري في نيس، والذي قال بأن المهاجم هو من أصول تونسية. أذكر هذه المعلومة بتحفظ لأن هذا الموقع هو المصدر الوحيد الذي أورد هذه المعلومة. في كل الأحوال هو لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية، وأخذت السلطات بصمته للتأكد من هويته، ولا تزال التحقيقات جارية، ومحكمة مكافحة الإرهاب هي التي تتعاطى معها. الرئيس الفرنسي وصل إلى المكان، وربما يكون له كلمة بعد قليل، وربما نعرف تفاصيل إضافية من المدعي العام المتخصص بالإرهاب. لكن في الوقت نفسه هناك حوادث أخرى تمت الإشارة إليها، إحداها وقعت في مدينة أفينيون، وعندما أوقف شاب كان يحمل سكينا، وقالت الشرطة بأنه كان يستهدف رجال الشرطة، أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا. وهناك حادثة أخرى تجري في هذا اللحظات في ضواحي باريس في مدينة ساتروفيل، حيث هدد شخص كان يحمل سكينا بأن ينفذ عملية مشابهة لما وقع في نيس في مدينة ساتروفيل. وأيضا هناك حادثة أخرى في مدينة ليون، عندما أوقف شاب أفغاني كان يحمل سكينا طويلة طولها 30 سنتيمترا، وكان يهم بالدخول إلى إحدى محطات التراموي عندما أوقفته الشرطة. إذن عدد من الحوادث الأمنية في عدة مدن فرنسية تجري الآن، والسلطات الفرنسية رفعت حالة التأهب الأمني إلى الأقصى. شكرا جزيلا لك عزة غريبة من باريس.